السلام عليكم الإخوان، الله يخليكم. واحد الظاهرة واللي ولات هنايا في هادشي ديال التسول، خصوصا هنا في مدينة سلا. كما تلاحظوا هنايا واحد الأمية والولد ديالها، هادو من عائلة سورية، تتسنى يمكن الزوج ديالها اللي غادي يجي. دابا كانوا في واحد الجامع هنايا ديال حي السلام، ودابا تيتسناو الراجل ديالها كان صلى في الجامع ديال القدس. والمشكل اللي لقينا حنا هو الراجل ديالها عنده هاد السياره اللي تتشوفوا قدامكم. هاي هاد السياره راه ديالته، فيستا، فورد فيستا، بقى جديده، وعنده واحد باكيه ديال كارو من الطرز العالي، يعني تتباع الغالي. تشوفوا هاد الناس هادو كيف يعقل، لان الناس يقول لك يطلبوا، يعني السيد ما عندوش، المساكين وفقراء، يعني ما تيقى حتى العشاء ديال هذاك، و تيقى حتى الغداء ديال بالنسبه لوليداتو. وها نتوما تشوفوا، ها هو غادي يجي، ها ما وصلوا. هاد المساله هادي غتشوفوا، غادي يركب في هاد الطوموبيل هذا. ها هي اختو، ها هما جاوا دابا العائله، ها هي بنيتها هي كتطلب حتى هي في الجامع ديال القدس. ها هما تيتسناو تما، هما واقفين حتى الشجره. ها الراجل ديالهم جا، ها هو هاد السعد، عائلة سورية. شوفوا راه جمع دابا الفلوس و تيهضر مع الإخوان العائلة. ها انت هو تيبين ليهم الفلوس، يعني داكشي لي صور من عند المحسنين. المحسنين عندهم نية صافية، الله يجازيهم بخير، ولكن أنا لي تنتفاجئ كيفاش هاد السيد هذا. حنا المغاربة تلقاهم هادوك ما عندهمش، وما تلقاش بحال هاد السيارة هادي. حنا غنتبعو ان شاء الله كيما يقول السيناريو حتى يركبو في الطوموبيل وغتشوفوهم. ها هو السيد لابستوني، فرحانين مع راساتهم. ها هو غادي متعطي السيارة. ها شوفو المغاربة لقاش جيو تعطو الفلوس لامبورت كي. ها هو متعطى السيارة مع العائلة ديالو. هادو اللي كانوا تيطلبو في الجامعة، السي هادو تيطلبو في الجامعة ديال فسلا. ها هو غادي يزيد مع راساتو، كيف يعقل الإخوان. ها هو غادي مع راساتو مبرعاه. حنا عندنا الناس تعرفو قدامي، حنا ما عندناش هاد الطوموبيل، عندهم غير موطور، ومعمرهم يمدو يديهم.